دلوقتي هكلمكم عن مجال مميز قوي. بصوا، يعني كلنا واحنا صغيرين، طبعا انا بتكلم عن البنات، لما تيجي تسأل بنوتة صغيرة كده نفسك تطلعي ايه يا حبيبتي، تقول لك مضيف الطيران. وحتى لما تيجي تسأل الولد يقول لك وانا طيار. فكرة الضيافة الجوية دي على طول شغلة بالنا كده وتفكيرنا، وبعدين نقعد نقول الله، طب هما بيسافروا كده وبيلفوا العالم وبينبسطوا وبيتفرجوا على كل البلاد دي. ولما كبرنا شوية وابتدينا بقى نسافر ونلف احنا كمان ونشوف، لا حسينا ان الناس دي بتتعب قوي. لا بجد، تخيل بتبقى الطيارة عليها كام مضيفة، هما زي ما بيقولوا ور كده من هنا لهنا لهنا، فلازم يبقى تتحلى ببعض المواصفات اللي تخليها قادرة على انها تقوم بالمهام دي. مواصفات بقى جسمانية، مواصفات برضو اكيد في الخلق طيب، لانه اكيد ممكن يبقى فيه راكب برضو وارد انه يزعق عصبي. طب ايه اللي هيحصل؟ ده احنا في طيارة في الجو، هنقوم خناقة بقى ونكسر على بعض ازاز الطيارة ولا ايه؟ فكل ده هنعرفه من خلال ضيوف ECC للضيافة، وها نجاح عمران وندى باسم وجمانة محمد. اهلا وسهلا بيكو. أهلاً يا احلى بنت. اهلا بيكي. عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله ايه اللبس الشيك ده؟ بصوا وانا صغيره كنت هموت على اللبس ده على فكره. ما تقولوليش ليه ولا ازاي. نجاح، انا عايزه اسالك ايه هي الشروط اللي لازم توفرها الاول كده في المضيف؟ اول شيء اهم شيء طبعا اللغات، مثل الانجليزي هي اهم شيء ضروري، واي لغه ثانيه اضافيه تعتبر ميزه، مثل الماني اسباني ايا كان اللغه تعتبر ميزه. بالنسبه للطول، لازم الطول يكون متناسق مع الوزن. الطول عندنا للسيدات بيبدا من 155 فيما فوق، وبالنسبه للرجال من 160 فيما فوق، وطبعا هذا بيختلف من شركه طيران على الثانيه. بالنسبه يعني في شركات ممكن تبقى عايزه اطول من كده. بالنسبه للسن، فالإيكاو هي منظمه دوليه للطيران محدده من 18 سنه فيما فوق، بس اغلب شركات الطيران بتاخذ من 21 سنه فيما فوق. طيب دلوقتي انا طولي مثلا 165، لازم يبقى وزني قد ايه؟ لازم يبقى ما بين ال 60 لل 62. 60 ل 62 هو ده الطول. بس ان هي ما تعلاش عن 65، لانه لازم يبقى متناسق مع طولها. طيب انت سوريه؟ صح. وعادي الالتحاق عادي بالاكاديميه؟ عادي عادي. يعني بتقبل الجنسيات الاخرى؟ اي جنسيه تقبلها. اي جنسيه تقبلها. طيب هنيجي بقى لندى. قولي لي يا ندى، انا دلوقتي يا بنتي اهو راكبه معاكي في الطيار وعصبيه، عايزه قرن ايه؟ قرن فلفل شطه خلاص، او حاجه حرشه، ما انا حسيت ان ضغطي واطي، ما عندكيش حته ليمونه مخلله، حته لفت بتاع، فخل ايديا وهنا روحي في مناخير، هتتصرفي معايا ازاي؟ انا طبعا اولا انا موجوده عشان ارضيكي، فانا اكيد يا حبيبه قلبي. انا اكيد اي حاجه اي حاجه انت عايزاها هعملها لك، بس انا اشوف الحاجات اللي موجوده. اكيد مش هعرف اجيب لك مخلل، بس ممكن اجيب لك دواء يظبط لك الضغط، ممكن اعمل لك ليمون. طب ما تحطوا كده، انتم اشفرينها قوي في الطياره يا ندى، ما تحطي طبق فيه مخلل هيخسرك ايه؟ ما هو ده انت ماما ما بتخللش، خدي معاكي في الطياره. ما طبعا نعملك اللي انت عايزاه كله، بس الحاجات دي والاكل والحاجات دي بتبقى منظمه، يعني الحاجات اللي بتطلع دي. هنا يا جماعه كله بيقول لك ايه، بيف ولا تشيكن؟ بيف ولا تشيكن؟ طب انا لا عايزه بيف ولا عايزه تشيكن، افرض عايزه رنجه، نفسي راحت لحاجه تانية، رحله طويله رايحه لوس انجلوس والمسافه طويله، هتفضلي تاكلي لي بيف وتشيكن؟ هي صعبه رنجه في الطياره انت عارفه، وصعبه ليه؟ بحبش احطي سموك سلمون، بلاش كده بلاش. هو لو حضرتك عايزاها فعلا بتطلبيها مع التذكره بتاعتك اوريدي، لان الناس اللي تبقى عندها سكر وضغط بيبقى الاكل بتاعهم مختلف. فهم بيذكروا حاجه زي دي في الطياره، فاوريدي الاكل بتاعهم بيتحط لهم وجبه مختلفه، فانت لو عايزه حاجه معينه بتطلبيها وانت بتقطعي التذكره. فعلا؟ فعلا. بقول اللي انا عاوزاه يعني. انت عايزه تقولي وعدي انا ندى وعدتكم اهو اركبوا مع ندى الطياره وندى هتجيب لكم اللي انتوا عايزينه. طب انا بسمع دايما المضيفه بتقعد تدي تعليمات،
ونحن الآن على متن ما عرفش إيه والبوينج 616 وإن لها أربع مخارج ومش عارفة. قال يعني هو لو الجو لو الطيارة هفتح أنا بقى وأنزل عادي وهكذا. احكي لي بقى الدنيا كده لايف بقى. هي دي اناونسمنت بتفرق عندنا. المفروض ان بيبقى فيه الكرو بيبقى فيه ولد في اي كرو لازم يطلع. هو بيقول الاناونسمنت بالعربي والبنوته بتقول بالانجلش او على حسب الشركه ايه. فاحنا ممكن نبدا الاناونسمنت بالانجلش دلوقتي. احنا دلوقتي شركه ومسافرين على الخطوط البريطانيه ورايحين على الطريق المطار الملك عبد العزيز. اوكي فدلوقتي اوكي جود مورنينج ليديز اند جنتلمان. On behalf of British Airlines, Captain Muhammad and his crew welcome you on port flight number 1204, operating to King Abdulaziz International Airport. Our trip will take 2 hours 30 minutes at an altitude of 36,000 feet. دي دلوقتي الارتفاع. أنا قلت الارتفاع وقلت احنا رايحين منين لفين ووقت الطيارة. في بعد كده الانستركشنز الحاجات اللي هنمشي عليها. يعني مثلا هقول لهم the use of mobile phone is prohibited throughout the flight. استخدام الموبايل تقريبا ممنوع اكيد ممنوع. smoking is not allowed in this flight. طبعا ممنوع التدخين ممنوع. هخلي بالهم برضو من حاجه معينه make sure to put your اول حاجه هقول لهم يخلوا بالهم الحاجات بتاعتهم والشنط والحقائب. طبعا الحاجات بتتحط تحت بس في شنط الهاند والشنط اليدويه دي بياخدوها معاهم. فالشنط دي ما ينفعش تحط في الممر لان انا اللي بمر فاكيد وانا بوزع السيرفيس مش هعرف واكيد مش هقول لهم يشيلوها. فهياخد وقت السيرفيس عندي. وانا لو معايا حاجه كبيره شويه ما اقول لكم النبي يا بنتي حطيها لي جنب الطيار ينبوا فيا سوي. لا احنا بنحطها فوق في الاوفر هيد فوق. فانا اقول لهم بليز ميك شور تو بليس يور هاند بادجت ان ذا اوفر هيد اور اندر يور سيت. بس بعد كده برضو السيفتي طبعا. For your safety please fasten your seat belt. طبعا دي أهم حاجة. لازم close your tray table. دي برضو في ناس كتير ما بتاخدش بالها عند انخفاض الضغط مش عارف سوف تتدلى مش عارفه ايه هو على حسب أكسجين. لو في حاجه مختلفه بنقولها. انما التعليمات الطبيعيه العاديه بنرحب بيهم بنقول الانستراكشن بنقول الحاجات تحذيرات الامان. بس حلو. تعالي لي يا جمانه يا صغننه انت يا جميله قولي لي بقى ايه حوار الدراسه في الاي سي سي. هو مجرد مكان مؤهل كفايه ان هو يدربنا لاني متوفر في الشروط اللازمه في مجال الضيافه. احكي لي يعني ايه المواد اللي بتدرسوها. في اكتر من ماده زي الانجليزي والالماني. مواد الضيافه مواد الضيافه بقى بتبقى متفرعه لكذا حاجه زي السي ار ام والسيفسي والبيزك. وضحي ايه بقى السي ار ام. السي ار ام اللي على الطياره. يعني ايه نوعيه الدراسه يعني زي ايه. هي حرفيا كل حاجه من الالف للياء. انت بتدرسي الطياره دي متكونه من ايه, بتدرسي ابواب الطياره دي فيها ايه, بتدرسي لو حصل ايه بتستخدمي ايه. كل الحاجات دي. السي ار ام والسيفتي دي زي الفيرست ايد كده لو حصل حاله طوارئ. حضرتك لسه قايله دلوقتي انا شعنونه وعايزه اقول شطه مضايقه. دي حاجه احنا بندرسها ازاي اتعامل. ممكن راكب يبقى هايبر. ايوه طبعا دي حاجه كلها انا بتعامل معاها. طب هتتصرفي صحيح معاها ازاي. لازم اعرف ادرس ببقى دارسه كويس ان انا اعرف اتعامل معاها. في جزء في علم نفس مثلا. طبعا التنميه البشريه لازم ابقى دارسه كويس علشان اعرف اتعامل مع اللي قدامي. على حسب مزاجه طريقته. فلازم ابقى دارسه كويس لان انا ببقى المسؤوله من الطياره على الطياره من الالف للياء. طب لو لا قدر الله خلاص الطياره هتقع في الميه واخر لايف جاكت. لا طبعا بسلمه للراكب. جمانة هو علميا مش عايزين كده يا جمانة. هو علميا لازم اسلمه للراكب لان انا مدربه كفايه ان انا. بصي هو انت هيبقى ضميرك بقى ربنا. هو انتوا كده كده مش طالعين يعني انتوا الاثنين لا انت ولا الراكب. لو لا قدر الله الطياره بتنزل. أيوة. يعني بعد الشر بعد الشر. بس انا بديه للراكب بس تيجي قدام ربنا عملتي حاجه يعني جميل. بالظبط كده صح ولا لا. ببقى انا مديه للراكب لان انا مدربه كفايه على السباحه لكن هو لا. فانا لازم افديه بروحي لحد اخر نفس. يعني لحد الاخر خالص لازم ابقى انا متكفله بحمايته. بس انتوا عايزه اعرف كل واحده تقول لي هي ليه دخلت هذا المجال. انا في الاول ما كانش عاجبني المجال. ليه؟ والله لان كلام الناس كلها ابسط حاجه كانت عندنا في العيله انت هتقدمي شاي وقهوه. فدي الكلمه دي ضايقتني. بس بصراحه لما دخلت المجال هو اكيد طبعا انت عارفه المرتبات. والمرتبات بتاعتهم مجزيه جدا. فده بيفرق برده من شركه لشركه. لما دخلت في المجال وقدمت في الاكاديميه فهمت حاجات تانية جدا. انا مش بقدم سيرفيس بس لا خالص. انا من شغلي ان انا بقدم سيرفيس. انا فيرست ايد. انا بعمل كل حاجه. انا اللي ببقى مسؤوله عنك من اول ما بتدخل الطياره لحد ما بتخرج. انا اللي بقعدك اوريدي. انا ببقى مسؤوله عنك وعن حاجتك كلها. كل حاجه انت عايزها انا مسؤوله عنها. انا دلوقتي انا دوري. انا مش حبا فيك انا اكيد ما اعرفكش بس انا باخد مرتب على ده. شغلانه كويسه وبلف العالم
واي نوت. بس لازم بقى ايه اللي هتتجوزوه يبقى موافق بقى، صح ولا لا؟ اكيد صح ولا لا؟ لازم. قولي لي بقى يا نجاح، وانت دخلتي ليه؟ اول حاجه ده حلم من الطفوله زي اي بنت، وحلم اهلي طبعا، وزي ما هي يعني اهلك شجعوكي ما قالوكيش هتباتي بره نخاف عليكي؟ لا لا، ماما اكتر حدا شجعني، لان هي كمان من الصغار كان بدها تطلع مضيف طيران، بس لظروف معينه ما قدرت. فمثل ما قالت رفيقتي هون، كل اللي عم تحكي انه لانه مسؤوليه عم باخذها، كل الركاب من مسؤوليتي وكل هذا انا اللي بتحمله. فعم بنحط تحت ضغط ومسؤوليه كبيره، وهذا تحدي بالنسبه لاي حدا. وانت يا جمانة، انت يا صغنن، حلمي اصلا، حلمك من زمان؟ من زمان جدا، وكان حلمي مامتي برضو ان هي تطلع مضيفه، بس برضو ما حصلش نصيب. فهم مشجعيني كتير قوي على المجال ده، وانا حباه لان انا واخداه كتحدي وشجاعه، وعرفت حاجات كتير فيه، مش مجرد ان انا بلف العالم وبس. هو يعني حاجه مستحبه، وان انا ابقى قد المسؤوليه في الطياره كلها. فدي بتبقى حاجه حلوه قوي وانا حباه. ايه اكتر بلد حابه تطيريها اول بلد؟ يعني على حسب، بس السعوديه. السعوديه، برافو عليكي. لا، باريس. باريس. واو. هو في حاجه برضو متعلقه بالشغلانه بتاعتنا دي، هي اللي بتديكي سبورت، ان انت مش واجهه نفسك، انت واجهه الشركه، واجهه شركه الطيران، واجهه بلدك. بالظبط. لان انا مش ندى، انا طايره مثلا على الخطوط المصريه، انا تبع مصر، فانا واجهه مصر وواجهه الشركه المصريه. برافو عليكي. فانا لو استقبالي كويس اوريدي حضرتك هتحبي الشركه، فاوريدي انا هاخد بونص. صح. يعني انا مش هعمل كده برضو، انا اوريدي هاخد بونص. برافو. بس في نفس الوقت انا واجهه للشركه، واجهه لبلدي. لازم تبقي مشرفه. بالظبط كده. بيركب معاكي سياح، ركاب من كل هو اهم حاجه العالم. عندنا انك تكوني طويله البال، وبتعرفي ترضي العميل، انك تعرفي تكسبيه. هو خارج مسافر ساعتين، حتى لو اكبر رحله خالص 12 ساعه، مش هتشوفيه تاني. يا عالي، ممكن تشوفيه تاني. هيفضل فاكر انا المضيفه اللي على الخطوط المصريه كانت تعاملها كذا، اللطيفه اخلاقها. الشركه دي اول ما حد يوصي الشركه، الشركه دي تعاملهم كويس. حتى غاليين شويه، بس البنات اللي عندهم كويسين. لا، ده هم بيعملوا اوفر، فانتي انت بتقدمي كل حاجه للشركه، انت اوريدي دعايه. نبقى واخدين بوينت. لا، برافو برافو، كلام هايل. ايه اكتر بلد حابه؟ سويسرا. سويسرا. برافو. طب عايزاكي تقولي كلمه للبنات اللي نفسهم يلتحقوا باكاديميه ضيافه. بالاكاديميه اللي هي الاي سي سي، اتشجعوا وتعالوا، لان هي الاكاديميه مؤهله في حاجات كتير قوي، وبتدينا تدريب في الانجليزي، وبتقوينا في مواد كتيره، وبننزل تدريبات كتير على الطياره. فهي مؤهله بحاجات كتير قوي ان احنا نخشها، مش اكاديميه وخلاص. لا، احنا اكاديميه بنخش تدريب ودراسه، فهي حلو قوي. انا عايزه اقول لكم ان احنا معانا فيديو بالتكريم، عايزين نشوفه. احكوا لي بقى، احكوا لي ايه حكايه الفيديو ده. هو اوريدي دي مش دفعتنا، بس هي كل دفعه بتتخرج بيتعمل لها حفله. هي مش كل دفعه، هي على حسب السنه، بيبقوا كذا دفعه مع بعض شاملين. احنا اوريدي الشروق بالنسبه لنا مش كليه وخلصنا دراستنا وخلاص. لا، ده بيت. يعني انا مش من القاهره، بس لو نازله القاهره لازم اعدي على الكليه. ده لازم، ده لازم. اللي هو بحس ان انا في بيت تاني لازم اعدي عليه. ده لازم، من كتر حبي في الدكاتره. والطف حاجه في الشروق ان احنا مش بنتعامل كطلبه ومعيدين، لا خالص. انت ليكي كاريرك وليكي وضعك، انت بيتاخد رايك في كل حاجه. يعني احنا عندنا دلوقتي، احنا مثلا واحنا صغيرين كنا بنلعب العاب اللي هو الخفه والالعاب اللطافه واللعب باللسان دي. احنا في وقت فراغنا مش بنلعب، احنا بنلعب العاب زي دي بس بالانجليش او الالماني. يعني مثلا هنلعب لعبه دلوقتي، حضرتك تعرفي تقولي ارنبنا في منور انور، وارنب انور في منورنا، طبيعي. اوكي، تعرفي تقولي بقى كان يو كان كان فكان فكان كان كان كان. كان كان وما كانش. كل الحاجات ممكن نحاول بالراحه. كان يو كان، كان يو كان، اكان فكان، اكان فكان، اف كانر، اف كانر، كان كان كان. بسيطه طبعا، بسيطه سهله جدا. احنا بقى في وقت فراغنا كده، يعني هاو ماتش وود 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 شك شك اف وود شك وود شك وود. ما شاء الله ما شاء الله، ده انجليزي ده يا مرسي. زي دونت نو ذات وي نو، زي نو ذات وي نو. انا هقول لك معناهم دلوقتي. زي دونت نو ذات وي نو، زي نو ذات وي نو.
هي معناه بسيط جدا، هم ما يعرفوش ان احنا عارفين ان هم عارفين ان احنا عارفين. لا ده حاجه جميله خالص، ده احنا لازم نقعد كتير قوي عشان اعرف هم عارفين ايه اللي انا ما اعرفوش، اللي انا عايزه اعرفه اللي هم عارفينه، صح ولا لا؟ بشكركم يا بنانيت، وبشكر اكاديميه الشروق الاي سي سي. والحقيقه فقرتنا خلصت، وهي فقره مثيره جدا يا جماعه ومميزه جدا، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، استنونا.